السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة سمارت هوم. اليوم سوف نقدم لكم شاشة سامسونج من الفئة الثامنة 55 بوصة. سنة صنع هذه الشاشة هي 2018 رقم تسلسلي 55 NU 8000 بدقة 4K. إذن أصدقائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. إذن أصدقائي، بعدما قمنا بفتح العلبة الآن سوف نقوم بمعاينة الأجزاء المرفقة لهذا الجهاز. إذن أصدقائي، أول شيء هنالك دليل التركيب بالإضافة إلى دليل المستخدم، البطاريات، قابس التشغيل والمنصة، وأخيرا جهاز التحكم عن بعد الذكي من سامسونج بميزة المساعد الصوتي. إذن أصدقائي، هذه هي الأجزاء المرفقة لهذا الجهاز. إذن أصدقائي، بعدما قمنا بتثبيت الشاشة على المنصة فهذا هو شكلها من الجزء الخلفي. إذن أصدقائي، سوف نقوم الآن بمعاينة منافذ الاتصال. إذن أصدقائي، المنافذ على الشكل التالي، هنالك منفذين USB بالإضافة إلى 4 منافذ HDMI ومنفذ الإنترنت بالإضافة إلى الهوائي والصحن. إذن أصدقائي، هذه هي منافذ الاتصال وشكل التلفاز من الخلف. إذن أصدقائي، الواجهة الأمامية للشاشة فهي تبدو على الشكل التالي. إذن أول شيء سوف نقوم بمعاينته هي المنصة. إذن المنصة أصدقائي تبدو على الشكل التالي، على شكل حرف تي رمادية اللون. إذن أصدقائي، كما تلاحظون فلها شكل أنيق وتصميم رائع. أما من ناحية الإطار فهذه الشاشة ذات تصميم نحيف بدون إطار، فقط الشريط السفلي أسفل الشاشة كما ترون، فقط هذا الشريط. فهي بدون حواف من ثلاث جهات كما ترون هنا، فليس هنالك أي حواف، فقط الشاشة. انظروا أصدقائي، فقط الشاشة من ثلاثة جهات. الجزء العلوي فلها تصميم عصري رائع. إذن أصدقائي، بعدما قمنا بتشغيل الجهاز فهذه هي الواجهة الأمامية للتلفاز. سوف نقوم بالاتصال بشبكة الإنترنت. لقد تم الاتصال بنجاح.
إذن أصدقائي، بعدما قمنا بتشغيل الجهاز والاتصال بالإنترنت، الآن سوف نقوم بمعاينة متصفح الإنترنت ومتجر التطبيقات. إذن أصدقائي، فكما هو معتاد من سامسونج، هنالك الكثير من التطبيقات: نتفليكس، يوتيوب، برايم فيديو، شاهد، ستارز بلاي، سمارت ثينكس جاليري، وأخيرا هنالك متصفح الإنترنت. سوف ندخل إلى مكتبة التطبيقات من أب ستور. إذن أصدقائي، كما تشاهدون فهنالك الكثير من التطبيقات، منها إديشن تشويس، موست بابولر، ميوزيك راديو، فيديو، سبورت، جيم. إذن الكثير الكثير أصدقائي من التطبيقات في هذا المتجر. إذن أصدقائي، دعنا نتحدث قليلا عن هذا الجهاز. فهذا جهاز سامسونج 55 بوصة بدقة 4K من السلسلة الثامنة. سنة الصنع لهذا الجهاز هي 2018. إذن أصدقائي، هذا الجهاز يحتوي على خاصية جديدة، وهي خاصية الـ HDR10. إذن هذا إصدار جديد من خاصية الـ HDR مقارنة مع سلسلة سامسونج السابعة. بالإضافة إلى جهاز التحكم الذكي ذو خاصية المساعد الصوتي بيكسبي، والتصميم المهيب من سامسونج، فهو تصميم عصري رائع جدا جدا. وبالإضافة إلى مكتبة التطبيقات التي تحتوي على العديد من التطبيقات من نظام التشغيل تيزن، وهو نظام التشغيل الذي تعتمده سامسونج في أجهزة التلفاز. إذن أصدقائي، لا تنسوا ترك تساؤلاتكم وتعليقاتكم في جهة التعليقات. إذن أصدقائي، في ختامنا لهذه الحلقة، نتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، فلا تنسوا الضغط على زر الجرس والإعجاب من أجل تشجيع القناة، وشكرا لكم.